تستمر ان شاء الله. طيب ابو عزيز، نبي يعني من وجهه نظرك والخبره الكبيره اكيد الرياضيه اللي خذيتها، رايك في مستوى منتخب الكويت، رايك في الاتحاد الكويتي لكره القدم، شلون تقيمه في الوقت الحالي؟ صراحه يعني هذا السؤال يعني لو اتكلم يمكن يزعلون عني الناس. انا صراحه اشوف الوضع العام في الرياضه الكويتيه اتكلم عنها كمنتخب، الوضع ما هو زين. يعني المنتخب اليوم يعاني كثير، يعني مو قصدي تقليلا باي احد بالاتحاد، ولكن الوضع يحتاج له الى عمل، يحتاج له الى تاسيس صح. سمعنا ان في خطه، انا ما اشوف لا في خطه ولا في شيء. بعض الانديه ما بدون ذكر اسماء ياخذون لاعبين كثر يضمونهم للانديه، وهذه قاعده تضر المصلحه العامه، لمصلحه الكويت انا اتكلم. لان اللاعب اليوم المميز لما اني انا نادي مثلا اي اخذ افضل لاعبين بالانديه، بصريح العباره نادي الكويت يعني اقول لك اياها، لما اي انا استقطب لاعب فلان وفلان وفلان وانت ما قاعد تلعب اصلا في النادي، فهذا ما راح يقدر يخدمك باكر بالمنتخب، وهو اصلا بالمنتخب. وفي لاعبين راحوا حق نادي الكويت الان ما يلعبون بالمنتخب لانهم ما قاعد يلعبون بناديهم يعني. الوضع العام مع احترامي الشديد ينظرون لهم احنا بالكويت، بس هو اهتمامي نادي وليس مصلحة العامة لدولة الكويت. فأنا أشوف أن الوضع العام ما تغير، بالعكس قاعدين نرجع للوراء، ما قاعد نتقدم على مستوى الكويت. نحتاج إلى عمل جاد، وأنا قلتها من قبل وأقولها الحين، طموح الكويت اليوم هو أني أوصل قبل نهائي كأس الخليج، هذا طموحنا. يعني أما مسألة أن احنا ناخذ كأس آسيا، مسألة أن احنا نتأهل كأس العالم، مسألة أن نروح الأولمبيات، هذه أصبح حلم بالنسبة للكرة الكويتية مع الأسف. يعني أنا أقول الصج واللي قاعد أشوفه من